السلام عليكم ورحمة الله. 3 يونيو 2019 نفس المنهج ونفس الكتالوج، دماء واحدة وقاتل واحد. دماء واحدة هي دماء الشعوب التي تطالب دائما بالحرية وتطالب بأنها ترقى إلى منزلة البني آدمين زيها زي الدول الأوروبية والغربية. لا ترتكب شعوب الشرق أي جريمة سوى أنها تحاول أن تلحق بركاب الحضارة، لكن القاتل دائما واحد. القاتل لا يريد أبدا لأحد أن يزحزحه من على كرسيه وأن يأخذ جزءا من مكاسبه. 3 يونيو 2019 نفس الجريمة، 14/8/2013 إذا كانت جريمة فض اعتصام رابعة قد أوجعت الكثيرين لكل من كان في قلبه مثقال ذرة من إنسانية، فإن جريمة فض اعتصام القيادة أو أمام مقر القيادة في السودان أوجعت من كان في قلبه مثقال ذرة من إنسانية. 129 شهيد تقريبا وقعوا ضحايا إن العسكر مش عاجبهم إن الشعوب تطالب بالحرية، وإن العسكر دايما يبعتوا رسائل إنه الدماء هي طريقنا للبقاء على الكرسي، والمقولة الخالدة التي تتردد منسوبة إلى ألسنة البعض هي مقولة العسكر: يعني نحكمكم يعني نقتلكم، إذا لم نستطع أن نحكمكم فلا مانع لدينا أبدا أن نقتلكم. وزمان إحنا تربينا في الجامعات والحاجات دي لما كنا بنتناقش مع السياسيين أيام ما كان في عندنا سياسيين عظام، يعني كان يقال لنا انه حكامنا ليس لديهم اي مانع انهم يبيدوا نص الشعب عشان يحكموا النص التاني. وكان عندنا تجارب ساعتها، تجربه حافظ الاسد الاب في حمص واخواتها لما قتل اكثر من 50,000 في يوم، وتكررت الجريمه على يد ابنه بشار اللي اباد فعلا نص الشعب عشان يحكم النص التاني. هكذا هو ديدمنا، ديدم حكامنا: اقتل الشعوب كي تبقى على الكرسي. والغريب والمريب أن هذه الأنظمة وأذرعها الإعلامية وأدواتها تخرج لتتهم الشعوب بأنها هي المتسببة في الخراب وأنها التي أرادت أن تهدم الدولة. هدم الدولة عندهم إنك تطالب بحريتك.